Имрат сен сукият фан сукият. وعليكم السلام. ليش طالع بهالوقت متأخر بالليل عم تكبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انا عمر تلاو مثلا صغير حمص القديمي، سمع صوت الرصاص والانفجارات اللي عم تصير بمنطقة حمص القديمي، وهلا ضربوا 5 قواذف على منطقة حي باب هود وانصابوا 5 جرحى، والخمس جرحى اتصلوا فينا بدهم استغاثه، بدهم دم، بدهم دواء، ما قدرنا، طلبوا منا 5 كياس دم، ال5 كياس دم بعثناهم على مشفى ميداني ما فيه دواء كامل مشفي، وهلا عم يحاولوا يسعفوا الجرحى. انا هلا تركت الجرحى ورجعت اشوف شو صار بمنطقه باب اسبوع، لانه في عندنا تفجيرات كمان باب اسبوع، صار ضاربين 5 قواذف كمان على باب اسبوع، وانقطعت الكهرباء لانه انضربوا خطوط الكهرباء والعواميد نزلت بالاراضي طبعا. وهلا الاطفال ما تعرف نوم، في عندنا عجز بدها تنام، في عندنا اطفال عم ترتعب، عم تخاف، النساء كمان عم تخاف، الرصاص صار بالبيوت، القصف عشوائي اليوم، حمله قويه كثير على حمص بكل احياء حمص، يعني المراقبين قاعدين هلا بالفندق، انا حكيتهم قاعدين بفندق سفير حمص، قال هن ما بيقدروا يعملوا شيء، ما بيقدروا يطلعوا برات الفندق، يعني ما بعرف شو قصتهم هالمراقبين، معقول مراقبين؟ ما في عندنا غير 5 بحمص، الباقي راحوا على الشام. هلا انفجارات وهلا رصاص عشوائيا على الناس وشبيحها. هلا انت موجود تحت قصف شيء هلا بوقت الحالي هذا؟ طبعا انا موجود هلا تحت القصف، هلا بسمع صوت رصاص والاهالي شو عم تكبر بالشوارع وبالبيوت على البرندات، يعني عندنا هاي الشغله مشكله. هلا نحن ما عم يطلع شيء بايدنا، نحن تنميين، لو انا بيطلع شيء بايدي او في عصابات ارهابيه مثل ما عم يقولوا ما كنت لقيتني بالشارع، كنت لقيتني بالبيت متخبي. لو في عصابات، طبعا ما في عصابات، النظام عم يكذب هذا الحكي، هو قناه الدنيا، لا عندنا عصابات ارهابيه ولا عندنا مسلحين، العصابات الارهابيه طبعا هن شبيحه النظام. طب ليش السخط عليكم انتم هذا بالنظام؟ يعني النظام هو عم يحاول يعمل ثغره، يعملها طائفيه، بده علينا ببعضنا، وعم يحاول يثبت للمراقبين انه في عصابات، وهن المراقبين عم يحكي معنا تواصل، عم بيقول النظام عم يعمل شيء ما طبيعي، الدم بالاراضي، وقلت له انا شو شلالات الدم هلا ما وقفت، في اصابات في جرحى، الناس تعبانه كثير بحمص القديمي، وانتم عم يطلع بامركم شيء، الا النظام عم يضغط علينا كثير، وعم يبعث معنا عناصر من الامن عم يلبسها لباس اللجنه، ما معقول لباس مراقبين عم يلبسوا النظام، النظام اكاذيب، عنده الاعيب بكل هذا الشيء، وشكرا لكم.